تعرف على طريقة وكيفية حل مشكل سناب شات غير متوافق مع الجهاز؟ قم بضغط هنا على ضبط الإعدادات، سوف نضغط هنا على التطبيق الافتراضي، ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على سناب شات خاص بكم، سوف نضغط هنا على إيقاف الإجباري، ثم سوف نقوم بضغط الموافقة، سوف نضغط هنا على مكان التخزين، سوف نضغط هنا على مسح التخزين المؤقت، ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل الهاتف خاص بكم، ثم سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن سناب شات خاص بكم. سوف ظهرنا على هذا الشكل، وعندما تجدونه هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم سناب شات. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديو القادم إن شاء الله.